الله يبقيكم. هلا والله مبروك 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 محمد، مساك الخير يا هلا مرحبا. يلا حيا هلا سعد، كيف الحال؟ مبروك يا مرحبا، الله يحييك يا هلا، كيف الحال؟ نقول لك مبروك ولا لا؟ والله باقي بكره ان شاء الله. الله يكتب لكم الخير يا نايف، مبروك. الله يبارك مبروك، موفقين ان شاء الله. عادي انت وسط لنا استاذ ياسر. لا لا ما في واسطات، انت ما تحتاج واسط، جهدكم وابداعكم هو اللي الله يحفظ. الله يحييكم يا شباب، الله يسعد، تسلم. يا مرحبا، كيف حالكم؟ طيبين؟ اي كويس انك معك، قال بالعافيه. نقول مبروك مبروك، الله يوفقك ان شاء الله. هلا والله، يا مرحبا، الله الله عليك، تسلم تسلم تسلم، سم الله عدوك، تسلم، الله عليك. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله، الله يكرمك. الله يحييكم يا شباب، عساكم نايمين اليوم كويس؟ ها شبعاني النوم؟ السلام والرحمه. هلا نواف، هلا مرحبا، مبروك، الله يبارك فيك، فارق التوفيق ان شاء الله. شلون الجاكيت؟ احتاج هذا جاكيت الفوز. الله يحييك. هلا معاذ، هذا من العصر. الله يسعدك، تسلم. لكن لي الشرف يا شباب، تسلم، الله يحفظك، الله يشرف بدارك، الله يعطيكم العافيه يا شباب، الله يعافيك. لا لا خذ راحتكم، بس اهم شيء تركزون معي بس، وما استغني عن مشاركاتكم ومداخلاتكم، فخذ راحتكم خذ راحتكم. طيب يا جماعة، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. يقال أن النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل دون أن نفقد الأمل. وسقوط الإنسان ليس فشلا، وإنما الفشل أن يبقى الإنسان حيث سقط. هذه العبارات أهديها وأقدمها لجميع زملائكم المتسابقين اللي ما وفقهم الله عز وجل وما حالفهم الحظ في أنهم يكونون ضمن قرية البزنس. المساحة قدامهم متاحة، وبكل أمانة أنا شفت، يعني خلنا نقول أغلب تسلم أحمد، الله يعافيك، شفت أغلب المقابلات أو التصفيات النهائية. الحقيقة الروح كانت مرتفعة وعالية. أنا أعرف أن طبيعي جدا أن الواحد يحزن ويضيق خاطره، لكن الصراحة أعجبني بشكل كبير أن كل الموجودين وكل اللي خرجوا روحهم كانت حلوة، وكلهم مؤمنين أن الفشل أول خطوة للنجاح. كلهم بذلوا، كلهم ساهموا، وبعضهم حتى يمكن شارك أكثر من مرة في أكثر من برنامج، لكن ما حالف الحظ، ومع هذا مستمر. فنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ومستبشرين بإذن الله عز وجل أن تجربتهم في الأيام الماضية كانت بالنسبة لهم خبرة يتقدمون من خلالها في قادم الأيام. اليوم نحن يمكن الفقرة بتكون شوي مختلفة، ما عندنا عرض، حاول قدر المستطاع أن يصير في دردشة بيني وبينكم، بما أن آخر لقاء لي معكم في مرحلة التصفيات، مع تمنياتي لكم إن شاء الله بالتوفيق. نحن تكلمنا في المرات الماضية أن كل واحد عنده محتوى، أيا كان هذا المحتوى، هو إنشاد، هو قصص، هو شعر، أيا كانت الموهبة الموجودة، كل واحد حدد هدفه، حدد تخصصه، وش بيقدم للجمهور، وش الأفكار الجديدة بيقدمها. لكن الكلام، هل سينجح في تقديم هذا المحتوى في البرنامج مع 25 مبدع؟ ترى هذا تحدي يا جماعة. يعني لو كان الواحد الحالة في برنامج يمكن أقول الموضوع سهل، ترى أنت تقدر أنك والله لحالك مسلط عليك الكاميرات وعارف أنت ترى الآن بتقدم شيء محدد، لكن لما ندخل في البرنامج ترى 25 شخص، وما شاء الله يعني المواهب متعددة والأشخاص متعددين، وكل واحد جاي لهدف معين، هنا قد يكون في تحدي. اليوم نحن بنتكلم من جزئيتين، جزئية إيش الأشياء اللي لازم نسويها نحن مع بعض كمتسابقين عشان ننجح المحتوى اللي بيقدمه كل فرد فينا، والشيء الثاني الركيزة الأساسية ترى الجمهور يا جماعة. اليوم برضو بنتكلم عن ما هي الأمور اللي نطلب فيها فرق الدعم، ونطلب فيها محبيننا، ونطلب فيها جمهور الواقع كيف يساهمون ويساعدون ويساندونكم كمتسابقين وكل من سيدخل قرية البزنس في أنه يقدم المحتوى الجيد. فهي ثلاثة أقطاب، أو خلنا نقول لكم أنه مثلث، المثلث من ثلاث ركائز أساسية. أول شيء إدارة البرنامج والتنظيم والإعداد والترتيب، وهذا بإذن الله عز وجل نحن مستبشرين فيه، في أنهم يقدمون شيء فعلا يليق بالشاشة، وشيء يساعد في ظهوركم كنجوم. الركن الثاني هو أنتم كمتسابقين، في النهاية البث سيكون عليكم، مجهودكم، أدائكم، إبداعكم، تميزكم كله بيكون مشاهد.
الركن الأخير هم الجمهور. ما نقدر نقول واحد من الأركان هي اللي نعتمد عليها بنسبة كبيرة أو إذا ما إذا والله هي عنصر الأساس الكبير، لا، ترى كلها تتكامل فيما بينها. عشان كذا نحن اليوم نتكلم شيء يتعلق فيكم كمتسابقين وحتى للزملاء اللي في المجموعات الأخرى، وشيء نتكلم عن الجمهور بشكل أخير. بس يهمنا الله يعافيكم لما نتكلم عن بعض الأمور مشاركاتكم خاصة في الجزئيات اللي متعلقة فيما بينكم. أنا أعرف أنه ترى في خضم البرنامج والزحمة ترى ما قد ما تحصل فرصة، وأنا سألت كثيرين في النسخة السابقة أقول لهم ورا ما تخططون، ليش ما تتناقشون؟ يقول ما في وقت أصلاً، نجي متعبين منهكين من البث، واللي يقوم متأخر، واللي عنده فقرة، واللي نفسيته ما تساعده. فالحين فرصتكم أنكم تداولون هذه الأمور فيما بينكم البين، وبرضو حتى الجمهور، أنتم تدخلون القرية للزملاء اللي المرشحين بيدخلون يوم الأربعاء، فلذلك مهم يسمعون منكم إيش الأمور اللي تساعدكم. ما أتكلم عن فريق دعمكم، أتكلم ترى عن جمهور القناة الواعي بشكل كامل. أول شيء يا جماعة، لاحظتوا أن الأستاذ سامي وأبو سلطان كانوا يسألون سؤال لزملائكم، وسألوا جزء منكم ماذا قدمت في التصفيات ولا لا؟ اللي قال رياليتي، هذا الرياليتي كأنك تقول ترى أنا سولفت، أنا جلست، أنا أكلت، أنا شربت، هذا جزء من حياتك، مو بشيء أنت تقول والله أنا قدمته. الكلام وش الشيء اللي أنت فعلا مرتب وبتقدمه للجمهور؟ تقدم الجمهور ترى، أرجع أقول يعني زي أبو ناصر محمد قال أنا ما عندي لا أني بشاعر ولا أني بمنشي، صح ولا لا؟ لكن في النهاية هو عنده حضور، عنده مواقف يصنعها، عنده قصص بيتكلم فيها، عنده حكم، عنده أشياء كثيرة لازم يخططها وفق ما يتناسب مع شخصيته. فلذلك جزئية أن يكون الرياليتي هذا مفروغ منه، أنك تعيش طبيعتك. وأعرف يا جماعة أنه ترى أكيد أنه ليس كل ما يعلم يقال، يعني مو بالشيء اللي واحد يقول والله أنا بسير على طبيعتي مثلا، أنا وحاشاكم طبعا، أنا والله مثلا أتلفظ بألفاظ معينة اعتدت عليها. هنا في البرنامج أكيد أن هي في النهاية أنت ستأخذ أفضل ما عندك وليس تصنع، طبيعي جدا، لأنك الآن أمام جمهور، أمام فئات مختلفة، ستقدم أفضل ما عندك واللي تتمنى أن الله عز وجل يبارك فيه ويحقق الأثر. الجزئية الثانية اللي قلنا عنها اللي هي موهبتك أو مبادراتك، أنا والله بقدم شيء عن الأم، بقدم شيء عن الوطن، هنا ما لها علاقة، لا لها علاقة بأنك شاعر، ولا لها علاقة بشكل مباشر كونك منشد مثلا، ولا كونك والله مهتم بالتاريخ ولا غيره، أنت ستقدم جزء من مسؤوليتك. فالمبادرات يجب معناها أنك تقدم شيء ما طلب منك، وأتوقع أن في أفكار مرة كثيرة والتنوع الموجود عندك يدعم هذا الشيء. الشيء الثالث هو اللي تكلمنا عنه، اللي هو مشاركاتك الفاعلة، سواء كانت في الفقرات، ويا جماعة ترى هذا يعني أنا لاحظها يا فلان، أنا لاحظها مثلا في التعليقات لو تلاحظونها في الهاشتاج، فلان نشكرك على أنك شاركت في الفقرة الفلانية، أنك علقت، أنك طرحت سؤال، ترى هذا يا جماعة معتبر جدا. إذا صارت في مسابقة، إذا صارت في فقرة، إذا صار في أي فقرة من الفقرات سواء بأي جانب، لازم تشارك. أنا أعرف أنك لن تتفوق فيها، ممكنك تقول والله أنا أتصرف الجانب الثقافي ماني قوي بشكل كبير، لكن لازم تبذل مجهود. المطلوب يا جماعة ليس النتيجة، المطلوب ليس النتيجة، المطلوب هو أن تبذل كل ما بوسعك للوصول للنتيجة، هذا اللي تملكه بعد توفيق الله عز وجل. والله أنا ما أعرف أمثل، حاول جرب، فشلت طبيعي جدا، لكن يكفي أنك حاولت، مو تقول من البداية والله أنا ماني ممثل، حاول جرب مع زملائك، يعني هذا جزء من حياتك، والله يمكن تكتشف نفسك ترى أنك ممثل أو فيك حس تمثيلي معين. فهذه الثلاث ركائز أعيدها ذكرني فيها، وش الرياليتي اللي تعيشها أنت في يومك الطبيعي، الثانية إيش؟ المبادرات وموهبتك اللي موجودة عندك. الشيء الثالث واللي قلت قبل شوي وشو؟ التفاعل. ها، مشاركاتك في الفقرات وأنك تشارك فيها بفعالية، هذه أول جزئية. الثانية يا جماعة، كل متأكد أن أغلبكم شاف النسخ السابقة من البرامج. يا جماعة لا تكررون ما قدمه الآخرون، أنتم نسخة متفردة، لا تكررون. يعني والله فكرة بنقدم فكرة مبادرة مثلا عن موضوع معين، نفس الطريقة في الطرح، ترى يا جماعة المواضيع مرة كثيرة اللي ما تم التطرق لها. ترى عندكم فرصة اليومين هذا اللي ما يطلع في البث، وفترة الأوف اللي هي يوم الثلاثاء، فرصة يا جماعة أنكم تحشدون أكبر قدر من الأفكار وتجهزونها. ترى طيب معناها أني ما أستفيد من اللي قبلي في شارك، ولا ممكن تستفيد، لكن حط لمسة،
أضف شيء معين جديد. لا يقولون الجمهور إيه نفس الفكرة اللي يعني أذكركم شيء معلش يعني فكرة المقلب اللي صارت مثل قبل أمس. أنا دخلت أتابع وأشوف إيش الردود، أحلل الردود الموجودة، نسبة كبيرة جدا يقولون أوه واضح إن المقلب هذا بيمشي في كل برامج الواقع. طيب المقلب هو أداة، هو مثل الكوب اللي أنت والله بتعبي عصير، بتعبي ماء، بتعبي أي شيء آخر. فالمقلب ممكن تسوي مقالب أخرى طبعاً، يعني تتناسب مع المجموعة وشيء جديد يعتبر. ما في طبعاً أذى للآخرين ولا فيه مثلاً إذاء للموجودين. فأهم شيء أنك تقدم شيء بإضافاتك، بمعنى لا تكون نسخة لأحد، استفد مما قدمه، لكن أنت محتاج أنك تبني على ما قدمه وتشوف الأفكار الجميلة والجديدة اللي قدموها وتطور على أساسها. طيب يا جماعة، والله في مشكلة أنا سمعتها كثير في النسخة هذه وفي النسخ اللي قبل، أنه يا أخي البعض يعتقد أنه عشان ينشد لازم إيش يسوي؟ يجلس ويقول يلا جماعة لو سمحتوا ركزوا معي، ترى عندي شلة الحين ولا عندي قصيدة. لا، ترى أنت تعيش جزء من حياتك الواقعية، بمعنى ممكن أنك تنسخ مع زملائك مع أخوياك، وأنتوا لازم يصير بينكم تفاهم، وهو ما شاء الله في بوادر الشيء هذا موجود، بمعنى أنه ترى يا جماعة بعضكم قد يمنع مثلاً الحياة أنه يخطم على خوية ولا يقطع في الحديث. لا، حاول ترى قبل الهوى يا جماعة ترتبون، لأن ترى 25 واحد طبيعي جداً يصير في تداخل أصوات، يصير في اللوكيشنات مجتمعين في لوكيشن واحد، لازم يصير بينكم تنسيق والله يا جماعة وتفاهم. ترى في أشياء خلاص أنا أعرف أن خوية والله، مثل ترى كرة القدم هو عارف لما يقول له وانتو منا في أجواء كأس العالم يا محمد، وانتو هم قايل له قبل ترى أنا في الدقيقة الفلانية ترى أنا بباصيك بالكرة. لا، هو فاهمة من تحركه. فأنتم نفس الشيء لازم يكون عندكم هذا الحس، إن عارف أن خوي والله بيقول شيء أبترك له مساحة، لأن بقدر ما تترك مساحة لغيرك المفترض والصحيح وهذا المعول عليكم أن الآخرين يتركون لك فرصة. أنت والله عندك قصة بتقدمها للجمهور ولزملائك، تراهم بيسكتون. ليش؟ لأنك كنت شخص متعاون معهم، وأنتم نفس الشيء. يعني في النهاية ترى الشاشة للجميع. أعرف أنه في مسؤولية ذاتية على كل واحد، أنه ما ينتظر أخويا يقول تفضل عندك قصيدة ولا نشيد، لأنه في النهاية هي مسؤوليتك، بس على الأقل يصير بينكم تفاهم. صدقوني الشاشة تطلع كذا مثل الباقة المتنوعة اللي فيها الإنشاد وفيها القصة وفيها السالفة وفيها تنوع موجود، لكن لازم ترتبون قبل فيما بينكم. وفي أثناء اللحظة بعد يصير في عندكم الرادار هذا اللي تتابعونه، أن والله فلان بيقول شيء أبى أكمل له ما أقطع مثلا. ويمكن فترة التصفيات تراها تجربة لكم، يعني مثلا أنا أمس أشوف واحد يحكي قصة بدون ذكر اسم أحد، يحكي قصة وانت صف القصة صارت في مقاطعة، واحد سولف ما حد رجع له مرة ثانية. لا، لازم يكون واحد عنده رادار يراقب، والله ترى قطعت في النهاية طبيعي جزء من حياتنا أكيد تنقطع السالفة، بس لازم أرجع له. ما يشعر في النهاية الشخص إنه والله الحالة ولا إنه والله ما قدر فرصة، أو إنه للأسف وهذه ممارسة خاطئة إنه يفرض نفسه، يجي كذا ويدندن كذا يتوقع أن مثلا المخرج ترى بيحط الكاميرا عليه. لا، أنت ما تدري وين الكاميرا موجودة فيه، أنت تتعامل جزء من واقعك. القصة القصة بمعنى أقصد الشيء اللي أنت تقدمه ترى هو اللي يجذب المخرج. قبل شوي كانت في قصة ولا لا؟ في سالفة عندكم. ترى أنا ما دخلت بسبب هذه القصة، تأخرت في الدخول. ليش؟ المخرج ما يبغى خلنا نقول كذا يقاطع القصة هذه عشان تطلع كامل الجمهور. وهذا المخرج وهذا الإعداد. فما بالكم أنتم بينكم البين، لازم يصير فيه، وهذا أنا ملاحظة ما شاء الله من البدايات التنسيق والتفاهم المسبق. أخيراً موضوع التكامل. جماعة قلنا نحن الآن أخوياك، اللي أنت تروح تكشت معهم وتروح وتجي معهم تتمشى، ما أعتقد أنهم يتشابهون 100%، مستحيل. فيهم تفاوت، والله تلقى الواحد اللي راعي سواليف، تلقى الواحد المزوح، تلقى الواحد اللي كذا على ما قالوا في هدوء، وتلقى الواحد العصبي. بينهم تكامل. التكامل هذا بمعنى أن أنا عندي ميزة ما هي موجودة مثلاً، أو ميزة ما هي موجودة في سين من الناس، وفي ميزة مثلاً موجودة في نايف ما هي موجودة فيني. مو بالضرورة أزاحم نايف لأنه مثلاً شاعر أو متذوق للشعر لا، أتكامل معه. مثلاً أنا منشد أو أنا راعي شلات، لازم أتعاون مع شاعر والله ها قصيدة معينة، هذا اللي يصير التكامل. مو بلازم الشاعر هو اللي يشيل القصيدة،
حتى لو كان صوتك يقول لا والله مع المؤثرات بتزيد الأمور وبيحسنون صوتي، لا، هذا التكامل. والله واحد ممثل ممكن وأنا مثلا راعي أفكار، عندي مثلا فكرة سيناريو معين، القصة أو مشهد، ترى مو بالضرورة يا جماعة أني تعودوا أني مو بالضرورة أشتغل دائما في المسرح في الواجهة، لا، ترى ممكن أدعم أخوياي واللي معي، ترى أدعمهم حتى بالأفكار، حتى بالأفكار ممكن مو بالضرورة أنا أحسن واحد ممثل، لكن الفكرة. ومن واجب زميلي اللي يمثل أن يقول أشكر فلان أنه والله ساعدني بتقديم هذه الفكرة. هذا هو اللي التكامل اللي أنا أقول عنه. أنت قوي في الأفكار، ليس بالضرورة أنك تطبقها، تكامل فيها مع زملائك اللي ممكن ينجحون هذه الفكرة. في النهاية لما تجي وتسأل نفس سؤال أبو سلطان وأبو يارا ماذا قدمت، ترى هو ما قال لك وش ظهرت في الشاشة، ما قال لك كم مقطع لك في اليوتيوب، قال لك ماذا قدمت. ممكن تقول أنا قدمت فكرة، حتى سأل واحد ما أدري منكم صراحة من الموجودين أو الزملاء اللي خرجوا، قال له مثلا فكرة المسرحية، فكرة من؟ صح يا معاذ؟ قال له فكرة، ما قال له من مثل معك، قال فكرة من. فممكن أنك أنت في النهاية تبرز من خلال الأفكار، سواء اللي أنت تنفذها أو يدفذها واحد من زملائك، يقول والله في شيء كذا مركب على ضاري مناسب أنك تقدمه، أتفق وياك. وضاري إن شاء الله أكيد أنه بينسب الفضل بعد الله عز وجل الفكرة لصاحبها. حاب أسمع منكم أنا إيش الأشياء اللي تتوقعوا أنها مهمة وتساعد على أنكم أنت فيما بينكم البين الآن، تساعد على أنكم محتواكم اللي بتقدمونه يقدم بقالب مميز وكل واحد تترك له المساحة أنه يقدم. نبدأ في أبو ناصر. طبعا أنا ببدأ بالشكل هذا يا جماعة وبرجع عشان أترك مجالك، بتفضل. أول شيء يعطيك العافية. ثاني شيء الله يعافيك. اللهم لك الحمد أني أنا من ضمن المتأهلين الحمد لله. الله يسهل محمد. الله يسلمك. أنا عندي بس ملحوظة أو كلام ودي أني أسمع. الله يعافيك مخرج. تسمع؟ لا عشان بس يسمعون الشباب. تسمعون يا شباب؟ طيب. أنا بس أنا عندي كلام ودي أني أوجهه لأخوياي، وأخوياي طبعاً إن شاء الله ما آمر عليهم، ولكن صدر. علشان تقول أن فيه مجموعة متكاملة أنك أنت تقدر تشتغل معهم. مثلاً إذا أنا مثل ما قلت أني أنا ماني بشاعر ولا أني منشد، ولكن أني أنا صاحب مثلاً فكرة أو فكرة معينة، أحتاج مثلاً قول 5 أشخاص اللي يقدرون يغطون فكرتي أو فكرهم نفس فكري مثلاً، ولكن أنا أحتاج أكبر عدد ممكن، مثلاً من نقول 25 كلهم علشان يكون العمل هذا متعاون علينا كلنا. فيه بعض الأشخاص، وحن كلنا بشر يعني، فيه اللي يخطي وفيه اللي تفكيره غير عن تفكيري، وفيه فيجيك يقول لا أنا ليش أني أتبع فكرك أو أتبع أوامرك بحكم أني أنا لي شخصيتي وأنت لك شخصيتك. صح. ينسى جانب أنه ربع تعاون وما ذلوا، وينسى جانب أنه مثلا أنا اليوم أنا أحتاجك أنك تكمل الفريق عندي في نجاح فكرة معينة، أنت بكرة بتحتاجني علشان أكمل لك فكر عندك. أكيد صحيح. فأنا أبغي رأيك في موضوع أنه هل أنا أحصر العمل على أقل عدد ممكن ولا أكبر عدد ممكن؟ طيب، هي كل فكرة، وشكرا محمد على مداخلتك. أنا أقول دائما يا جماعة كل فكرة ليس بالضرورة أن 25 تكون متناسبة معهم، لكن قد يكون من 25 مرة تناسب 3، مرة تناسب 5، مرة تناسب 10. ويا جماعة في فرق بين أنا أقول أني أتبع، وفرق بين أنه أنا ترى هذه فرصة نجاح لي. أعيد، في فرق لما تيجي تقول والله فلان أنا ما بأخذ فكرته عشان ما أكون تابع له وما يكون هو على قولتهم الأب الروحي، أسمعها أنا كثير، وهو قائد النسخة. ترى يا جماعة قد تكون فرصة لك، بمعنى لو اشتغلت لحالك أنت لن تصل إلى هذه الفرصة. ليش؟ كذا الحياة، الحياة تكامل. في ناس يصنع، وفي ناس يفكر، وفي ناس يخطط. ليس كل واحد جيد في التخطيط هو جيد في التنفيذ، بمعنى ممكن تكون أنت ما شاء الله عليك والله رهيب وصوتك جميل، أو أنت عندك موهبة معينة، لكن ما تجد اللي ساندك، ما تجد من اللي يحول هذه الفكرة إلى واقع. فلذلك المسألة أكبر من هذا الشيء. هذا الشيء طبيعي، حتى ليس في برامج الواقع، ترى هو انعكاس لحياتنا. بمعنى أنه أنا ترى مقدم كويس، اعتبره أن أنا مقدم كويس، أو واحد منكم مقدم كويس، ترى قد تجي فكرة، وهذا تشوفونه حتى في البرامج في الإعلام أصلاً، إعداد فكرة البرنامج، المقدم يجي كل شيء جاهز له، اللهم هو يقدم المادة المعدة له، ما قال والله يا أنا أعد ويا أنا صاحب الفكرة ويا أنا ولا ما أطلع. فأعتقد أن اللي بيفكر بهذه الجزئية ترى سيتأخر كثير.
وأنا أؤكد على كلامك محمد أن في النهاية الفكرة ممكن تناسب 5، 6، 2، 3 فتختلف. والأفكار ترى يا جماعة فرق لما أقول لا تأخذون أفكار من محمد، فرق لما أقول أي واحد عنده فكرة يرى أن في شخص بينجحها ممكن أن يقدمها. يعطيك العافية محمد. طيب تفضل نواف. عطني سبيكر يا مخرج. أبي سبيكر يا أبشرك. بنوع نقطة قالها أخوي محمد ناصر. الفكرة الهادفة ولا الفكرة الناجحة، ندري أنها ناجحة على الجميع، وعلى قول ربع تعاون وما ذل، أنت معي. النجاح ما هم محصور على واحد، إحنا ندري إذا نجح محمد ناصر نجحنا كلنا. صحيح. وإذا نجح نواف أي بضرب مثال علي متسابق هنا. فاللي أطلبه من إخواني طلبة أخوهم الصغير التكاتف. إذا في فكرة مطروحة مثلا من محمد بن ناصر ولا من وليد البحيح ولا من أي شخص ضاري عامر أنت، أن نتكاتف على هذه الفكرة بحيث أن نطلعها بالصورة اللي تجملنا كلنا. رائع، أحسنت. شكرا لك طال عمرك. يعطيك العافية نواف. شكرا لك، وأكد على كلام نواف. مثلا ترى ممكن أنا ما أسوي شيء إلا أني أحضر الفقرة أو أحضر أني أشارك وأدعم وأصفق وأتابع الشخص اللي قال والله أنا عندي شيء بقدمه مسابقة. حضورك وتكثيرك للسواد الموجودين ترى بحد ذاته يا جماعة هو دعم، هو تحفيز. وخذوها من أخوكم اللي نقلها من سبق ونسمعها، تراها واقع. القمة تتسع للجميع، يعني ما في يعني المراكز أكيد أنها 3 مراكز أو حسب ترتيب إدارة البرنامج، بس ترى يا جماعة الأمثلة كثيرة للناس اللي نجحوا. يعني لا تقول أوه يا يمكن تتنافسهم في 3 الأولى وهذا حق مشروع، لكن ترى المساحة أرحب وأوسع من هذا كله. بمعنى أنه والله أنا فلان، لا والله جمهوره أعلى، والله فلاني بيقدم أكثر، فلاني بي. لازم تتفاهمون. أنا شفت ملاحظة أو شفت أن مثلا واحد من الشباب الله يهديه يعني ما دخل في التنسيق بيننا، ممكن أجلس معه فأعط فرصة بأسلوب ودي أرتب مع بعض. في النهاية أنتم ترى بتعيشون مع بعض وبتنامون مع بعض وتأكلون مع بعض، يعني بيصير بينكم ساعات بث ممتدة وغير البث. فإن شاء الله معول بإذن الله أنكم تقدمون شيء أفضل. طيب تفضل ضاري. لابد أنك تتشاور فيها. صحيح. بمعنى مو شرط أن مثلا أنا رأيي خطأ ورأي مثلا 1، 2، 3 صح، أنا خلاص إذا أنا خطأ أنا أتردد ما أبادر فيه ما أسوي. لأن ساعات يكون الخطأ اللي أنا متردد منه لما أبادر فيه وأسويه تكون فيه له نكهة ثانية. صحيح. سواء كان مثلا مشهد تمثيلي أو أيا كان على سبيل المثال. غير هذا أشوف أنه لابد أنك تشاور ربعك وعادي لا تتردد بغض النظر شنو ما كان. بالنهاية إيد واحدة ما تصفق، لابد أن تعاونون تجتهدون، ولابد أن تجمع الأفكار كثر ما تقدر عشان تطلع لك بشيء مميز إن شاء الله بإذن الله عز وجل. طيب يا جماعة، يعني أعتقد الكلام كثير وممكن تتداولونه في الأيام القادمة في بينكم أنه كيف ننجح محتوى كل شخص فينا. الآن سنوجه البوصلة باتجاه الجمهور العزيز في قناة الواقع وفرق الدعم الموجودة، كيف ممكن يساهمون وهم عنصر أساسي في نجاح محتوى كل شخص يقدمه؟ ماذا يمكن نقول لهم؟ يعني هم صراحة عودونا دائما على دعم الناجحين، على دعم المحتوى المميز. اليوم نحن نتكلم عن أشياء نذكر فيها أنفسنا ونذكر فيها الجمهور، وأكيد الجمهور متأكد حابين يسمعون منكم. وبناخذ بعد شوي كذا ايش الاشياء اللي تقولون يا جماعه نحتاج منكم كجمهور عشان نقدم فعلا محتوى يليق بشاشه الواقع ويمثلنا ويمثل اهدافنا ويمثل ربعنا اللي جاي من عندهم. اول شيء يا جماعه ابدا في موضوع الدعم بافكار المحتوى. في النهايه لكم فرق دعم، وعنصر مهم جدا ان كل فريق دعم يقول يا فلان يا معاذ يا ضاري يا سعد يا محمد يا وليد الى اخره. هذه مجموعه افكار، يعني حاولوا ما تدخلون البرنامج اللي معكم لستة أفكار. لستة أفكار وش معناها؟ أفكار مبادرات، عندك قصيدة، عندك عمل بالدشنة، عندك مبادرة، عندك مقلب، عندك شيء بتقدم لأخوياك، شيء يقدم للشاشة. لازم تدخلوا معك ذخيرة كاملة من هذه الأمور اللي بتمشيك على الأقل شوي. أكيد بيكون بينكم بين فرق الدعم تواصل أثناء البرنامج، بس لا تجي في البداية وتقول ترى نسمعها كثير. أبد إن شاء الله إذا أول بعد أول شهر إن شاء الله بنطلق. ترى يا جماعة أنا ما أعرف متى البرايم الأول، لكن لا تنتظر فرصة إنه والله لا قدم اللي عندك. طب معناه هل أقدم كل شيء؟ والله إذا كان اللي عندك بيخلص في أسبوع هنا أنت عندك تحدي مرة كبير.
لان عندك 90 يوم ان الله وفقك، بس قدم واجتهد ورتب مع اخوياك وفريق الدعم يدعمك بهذه الافكار والمبادرات ويجهز من الان. انا اعتبر من هذه اللحظه اللي اتضحت معالم انهم ان شاء الله بيدخلون الى القريه انهم من الان يجهزون مع فريق الدعم الافكار الموجوده. الشيء الثاني موضوع التحفيز عند تقديم المحتوى. يا جماعه لما انا اقدم محتوى انا كمتسابق احتاج التحفيز. ليش؟ عشان اقدم، انا قدمت شيء كويس بقدم شيء افضل واحسن، فلابد تدعموني كجمهور اني قدمت في البدايات ونحتاج هذا الشيء. لا احد يقول والله انا ما احتاج، لا، الشيء اذا بنعززه ونأصره في شخصياتنا وفي البرنامج لازم يدعم تحفيز من الجمهور عند تقديم الشيء الافضل عشان في النهايه يتطور هذا الامر. جزئيه ثالثه ونشوف انها حساسه شوي، موضوع النقد الواعي يا جماعه، وبربطها في جزئيه ثانيه اسميها برضو التعزيز الواعي. النبي عليه الصلاه والسلام قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. انصر اخاك مظلوما هذه واضحه، الصحابه ما استفسروا عنه كيف ننصره ظالما، قال ان تردعه عن ظلمه. وحاشاكم تكونون طبعا انتم ظالمين، لكن اقصد ناخذ اصل الفكره انه في النهايه انا لما اشوف ياسر قصر في شيء معين وفريق دعمي ما يجي يقول لي، او مثلا اخطات او صار في، ما يجي يقول لي والله برافو عليك انت احسن واحد ابد استمر شد حيلك، لا، يوجهني باسلوب كذا لطيف جدا يدعمني للافضل ويعطيني امل للشيء القادم جدا. لا نكون نحن يا جماعه عون للمتسابقين في تقديم شيء ما يدعم مسيرتهم الاعلاميه، لا، شيء والله مثلا كلنا نقصر وكلنا نخطئ وكلنا ما يحالفنا الحظ، لكن احتاج من يقف معي، من يقف معي مو انه يعزز الخطا، والله على سبيل المثال والله مثلا ذاك اليوم خصم علي مثلا في فقره معينه ما حضرتها، ما يجي يقول للجمهور لا والله كويس ابد فداك الفقره، لا، ما هي مساله فداك الفقره، لا، ممكن اقول له ان شاء الله بتحرص اكثر يا ياسر وشد حيلك الجاي قدامك. اعرف انه في ناس يسندوني وينقدوني بوعي، اي، ويعززون لي برضو بوعي، ما يؤكدون هذا، وهذا الحمد لله في برامج الواقع انا اشوفها وخاصه في قناه الواقع ان اشوفها جانب كذا مؤثر جدا وواضح انه والله لا ترى اذا اخطا الشخص، طبعا اكيد اني انا ما اكون فرعون على ما قالوا عليه، اكون عون معه، لكن ما اكد الخطا اللي قاعد يسويه او المحتوى اللي ما كان مناسب، لا، انا احاول اقول ترى عندك الافضل شد حيلك، ترى في فكره بديله ممكن تقدمها بهذا الشكل. فرق الدعم متعددة، المتسابقين متعددين، وكل واحد يتمنى للمسابق المتسابق اللي يدعمه، أبجيك أبشر، المتسابق اللي يدعمه يتمنى له أنه يفوز وأنه يتصدر. ترى يا جماعة ما يحتاج عشان أنا أبني صرح شامخ أني أهدم صرح آخر. ترى مو بلازم أني أنا أؤيد وأدعم المتسابق والمحتوى اللي قدمه أني أقول والله فلان ترى فيه وكذا ومتسابقكم ومحتواه مو بجيد، لا يا جماعة، اتفقنا أن الساحة للكل، المساحة تتسع للجميع، أنا سأركز المتسابق اللي معي أبدعمه بالأفكار، أبعزز له تعزيز واعي، إن قصر والله بحاول أن أجبر هذا النقص في النهاية، وسأدعم إذا تكامل مع الآخرين. لكن إذا كان في شيء حصل بين متسابق ومتسابق كما يحصل بين الإخوان في البيت الواحد، هنا أنا ما أكون عون للشيطان على المتسابق، وطبيعي ترى يظهر يا جماعة، أنا أقول لكم من الحين ترى بيصير بينكم. ليش؟ لأن يا جماعة ترى نحن كل واحد أخوه في بيته يصير بينه وبين أخوه اللي منه هو أبوه يصير هذا الشيء، لكن السؤال كيف سأتعامل مع هذا الحدث؟ كيف بحل الموضوع ودي؟ كيف نتفاهم؟ كيف نتشاور؟ كيف نتحاور؟ كيف نقرب وجهات النظر؟ هذا هو المطلوب، وهذا اللي باذن الله معول من الجمهور انهم يدعمون هذا الشيء، عشان في النهايه نحن في النهايه بغيتنا ان نبغى نشوف شيء فعلا يليق بالشاشه ومحتوى يكون مميز. فتذكروها دائما انك اذا اردت ان تبني صرح لست بحاجه ان تهدم صروح الاخرين. سم. طيب حاب اسمع لانه الوقت خلاص ازف، ابسمع من كل مجموعه يعني خلينا نقول بلسان المتسابقين من كل مجموعه مداخله واحده ما تكون طويله عشان ما عاد بوقت، ماذا تريد من الجمهور العزيز تؤكد عليهم وهم ان شاء الله بدون ما نقول لهم واعيين لهذا الشيء عشان فعلا المحتوى اللي تقدمونه هم يعززون هذا الشيء، هم يدعمونكم لاجل ان نظهر بشيء يليق فينا ويليق في نسخه
البزنس. في احد غير معاذ وغير محمد؟ ودي اللي ما شارك الصراحه من الجمهور يعني وش نقول؟ اي نعم، ماذا تطلبوا من الجمهور؟ غير نبغى اللي ما شارك. الله يعافيكم. طيب نايف واحمد فهموا مع بعض. عندك سؤال واحد؟ سؤال وتوصل عندك. طيب يا جماعه، طيب بحمل واحد منكم المسؤوليه الكامله لان ما عندي وقت يقول الا مداخله واحده. من هو اللي بيتحمل المسؤوليه؟ ناخذ عامر مثلا ولا ناخذ احمد؟ ايش رايكم؟ اللي ودك عامر. عامر اكبرنا. اي ترى هو يمثلكم لان ما عندنا مداخله واحده. طيب انت. اي والله ما عليكم. انت وهقتني يا دكتور. تفضل عامر يلا. ها اقول اول شيء فالنا التوفيق ان شاء الله، ونوعد الجمهور ان شاء الله بالخير ويتصبرون، نبى ندخل ونبيض الوجه باذن الواحد الاحد. ما فيكم شك. جعلني والله مبكيك، انت حطيتني في مسؤوليه وانا ضاع الكلام. اي وش تبي منهم؟ وش تطلب منهم الجمهور الواقع؟ نطلب منهم بس وقفتهم مع اخوانهم الموجودين، بس هذا اللي نطلبه. لن يسقط. طيب يحتاجون وقفتكم يا جمهورنا العزيز. واقول دائما للمتسابقين اللي معنا والمتسابقين اللي في المجموعه الاخرى، اقول استمتع بالرحله قبل ان تصل الى الوجهه. الى الوجهه معنى انت بتعيش يوم، مو بالضروره تقول يا انا افوز ولا ما. استمتع بكل يوم تقضيه يا جماعه. انا شفت مشاهد قبل شيء برا للمتسابقين اللي خرجوا، والله مؤثره جدا، يتمنوا لو كانوا مكانكم في هذه الفرصه. فاستمتعوا بكل لحظه من هذه اللحظات. الحياه تعطي من يعطيها، لازم تجتهد وتقدر انها فرصه. ما اقول لن تتكرر، لكن قد يصعب انها تتكرر، فقدرها بكل ما تعنيها هذه الكلمه من معنى. اجتهد، احرص، خطط، رتب امور، تجهز نفسيا. ودائما اقول لا نجاح مهما بذلت وقدمت الا بعد توفيق الله عز وجل. اسال الله عز وجل العون والتوفيق، والا يكلك الى نفسك طرفه عين. اتمنى لكم من كل قلبي والجمهور من خلف الشاشه، لكل من سيدخل قرية البزنس ولكل من بإذن الله سيتوج هذه القرية بالنجاحات، أتمنى لكم كل التوفيق. ودائما أدعو الله عز وجل أن يمدكم بتوفيقه وعونه وسداده، وألا يكلكم إلى نفسكم طرفة عين. إن شاء الله فالكم التوفيق وقدامكم النجاح والقمة إن شاء الله، أنتم أهل لها. الله يعافيكم. شكرا. شكرا لكم. الله يعافيكم. الله يعافيكم. هذا سعود. الله ما ترى بأس إن شاء الله، قدامك العافية إن شاء الله. وش تقول عن جسر البزنس؟ مين هو جسر البزنس؟